معانا الحقيقه زميلنا العزيز محمود جميل موفد التلفزيون المصري من مقر نايل سات. مره تانيه ليك يا محمود. اهلا بيك يوسف، برحب بيك مره تانية وبكل الساده المشاهدين. الف مليون مبروك طبعا لكل المصريين، ومبروك طبعا للمهندسين العاملين في الشركه المصريه للاقمار الصناعيه نايل سات، اللي بمجرد ما انطلق طبعا القمر الصناعي حاله من الفرحه غير عاديه. التسقيف والشعور بالفرحه، يمكن الابتسامه كانت على وجوههم طبعا تعبيرا عن الفخر والفرحه بهذا الانجاز التاريخي اللي بيحسب ليهم الحقيقة، وبيضاف لسلسلة الإنجازات اللي انطلقت منذ عام 1998 بإطلاق أول قمر صناعي مصري من خلال هذه الشركة. الخبراء داخل الشركة المصرية للاتصالات للأقمار الصناعية أكدوا لنا دلوقتي أنه بمجرد انطلاق القمر الصناعي انفصل عن الصاروخ فالكون 9، ويتبقى جزء سينفصل عنه تماما لينطلق بعد ذلك القمر الصناعي 301 داخل المدار الخاص به. المهندسين هنا طبعا والعاملين منتظرين انه بعد 38 دقيقة من انطلاق القمر الصناعي ان هم يستقبلوا اول اشارة من القمر، ودي بقى اللي هتكون الفرحة الأكبر إن شاء الله بمجرد وصول أول إشارة للقمر. إيه اللي هيحصل بقى بعد كده؟ هيتم طبعا أن القمر الصناعي هينطلق في المدار الخاص به، هينطلق في خط طول 10 غرب. ده هيكون فيه اختبارات هتتم للقمر الصناعي على الترددات اللي المشتركة حاليا ما بين القمر الصناعي الجديد 301 وما بين القمر الصناعي 201. هيتم طبعا إجراء اختبارات للترددات المشتركة. بعد كده هيتم طبعا انتقال القمر الصناعي الجديد 301 إلى المدار الأصلي اللي موجود في 201 دلوقتي، وهو 7 درجات غرب، وهيتم طبعا عمل اختبارات على الترددات الجديدة. ممكن حد يسأل ويقول ان ممكن يحصل تصادم ما بين القمرين عند التلاقي عند خط طول واحد، عند خط طول عرض 7. طبعا اكدوا لنا الخبراء انه مش هيحصل اي تصادم، وده طبعا طبقا لبعض التقنيات ويعني الحسابات اللي هم طبعا حاسبينها هنا داخل الشركه، وتقنيات فنيه طبعا بتعود للمهندسين ولانظمه التشغيل والمراقبه داخل النايل سات هنا. فبالتالي طبعا مش هيحصل اي تصادم ما بين القمرين، وطبعا هنتمتع بعد كده بالقنوات الجديدة ال 38 قناة الخاصة بالقمر الصناعي 301 بالإضافة لل 26 قناة اللي موجودين حاليا داخل القمر الصناعي 201. في حالة الانطلاق في عدد من المحطات هيتابعوا طبعا عملية الانطلاق، وهيتابعوا المدار الخاص بالمدار الخاص بالقمر الصناعي 301. هيكون طبعا محطة الشركة الأقمار الصناعية الموجودة هنا في 6 أكتوبر، بالإضافة أنه هيكون طبعا في محطة خاصة بفرنسا وإيطاليا وكوريا الجنوبية. كل هذه المحطات طبعا هتتابع الانطلاقة وهتتابع المدار اللي هيكون فيه طبعا القمر 301. حالة من الفخرة، احنا نفسنا مبسوطين ان احنا موجودين النهاردة وبنشارك طبعا حضراتكم في التغطية لهذا الحدث التاريخي اللي بيضع مصر على خارطة طريق جديدة وجمهورية جديدة. ومليون مبروك لكل المصريين على هذا الانجاز التاريخي. برجع لك مرة تانية يوسف. شكرك جدا يا محمود. لا ربنا طبعا ما يجيبش اي تصادم على الاطلاق، خاصة انه في مثل هذه الامور المسألة لا تترك للصدفة على الاطلاق. انا بشكرك مرة تانية يا محمود.